هي في البداية هيك المستقبل لازم الأول فترة لازم تنزل التكييف لازم التعريف الخاص ويندوز 10 بعدين تجيب الرسيل ينزله بعدين حطه على صفحة حدد مكان تلغي يبدا نحدد مكان ولما زيد لما تحدد لمكان الملف ناصر الان لما تيجي نفسه وتعمل تحديث لين تسوي لك نفس الاول ولا والتالي يتعرف عليه ويعمل تحميل لودي على الجهاز هذا تظهر الطابعة اكتبي نفس الجهاز لون جزء أما سفن التعريف الأول ما يحتاج إذا إلا كل الحكي عن سفن يطر إذا الأجهزة الطابعة ما أرضاني تحكي الصبح لازم تيك رسالة أن تم التحديد وتم التنصيصة
كان ظاهر معكم ليش نستطيع إعدادة في المناطق؟ ليش نستطيع إعدادة في المبلغ الحكومة؟ يمكن إذا كنت تكتب في الكمبيوتر ولا شيء؟ لا فلا؟ إذا كنت تكتب في المكتب يمكن ما ضربت في السماعات هذا ايش يسوي كيف ضرب يعني ضربت الناس يعني يعني بعض طابعة بكي على جنيه بكل الاثنين برنامج بكي تقول له مثل اسم الكمبيوتر اي راح اسم الكمبيوتر نفسه